عندي هذا الووتر هولدنج كاباسيتي، هسه الوحدات الموجوده عندنا 0.14، يعني هذا شلون اعبر عنه؟ شلون اميز الماء المتيسر عن الووتر هولدنج كاباسيتي؟ الووتر هولدنج كاباسيتي او قابليه وسعه حفظ الماء، سعه حفظ الماء مع تربه معينه دائما تعبر عنه ايش؟ تقول هاي التربه قابليتها على حفظ الماء كذا مليمتر ماء على كذا عمق ما التربه، يعني الوحده مالته ايش؟ باللي مقاسه هذا 0.14 مليمتر ماء لكل ايش قد؟ لكل مليمتر عمق من التربه. واضح؟ احنا اعماق التربه المليمتر ماء ما مشكله، اتعامل ويا الاعماق اعماق الماء بالمليمتر، بس بالنسبه للتربه دائما يكون الاعماق شنو هي؟ اما بالسنتيم، وتمام؟ لان عفوا المنطقه الجذريه مال النبات عادة نقدر نعبر عنه بالسنتيم، فهذا ممكن شيء يساوي لي؟ يساوي لي 1.4 مليمتر ماء لكل شقد؟ لكل سنتيمتر من التربة. يعني قسمنا البسط والمقام على شقد؟ على 10، المليمتر حولناها على سنتيمتر. واضح؟ أو تقدر إذا تسويها لكل متر ماء، لكل متر من التربة، إذا هذا الرقم ضربناه في 100 راح يكون عندي ايش قد هذا؟ 140 مليمتر ماء لكل ايش قد؟ لكل 100 متر، لكل واحد متر من التربة، واحد متر من التربة. فطلاب هاي الغرض من هذا المثال انه عندنا شغلتين. أول شيء نعرف انه الماء المتيسر للنبات هو اللي محصور بين ايش؟ بين الفيلد كاباسيتي والوالتنج بوينت، هاي النقطة الأولى. هذا اللي استفاد منه النبات، وقلنا نبتعد انه نوصل محتوى الرطوبه قريب على الوالتنج بوينت او نقطه الذبوح حتى ما يتاثر انتاجيه مع النبات. قبل هذا المحتوى الرطوبي راح يقل، يوصل حد معين ابدي بايش؟ ابدي بالري الثاني قبل لا يوصل عند الوالتنج بوينت. هاي اكدنا عليه كثير بالمحاضرات السابقه. اجي هنا هذا الماء المتيسر شلون اعكسه على ايش كخاصيه للتربه؟ شلون احولها الى سعه حفظ الماء لتربه معينه، او مثل ما سميناها هي الووتر هولدنج كاباسيتي. الووتر هولدنج كاباسيتي قلنا هي الفرق بين المحتوى الرطوبي بين الفيلد كاباسيتي والوالتنج بوينت. طرحنا القيمتين من بعض صار عندي 0.14 المفروض بالميه، لان هاي القيمتين بالميه. انا عاده اعبر عن الووتر هولدنج كاباسيتي بوحده عمق ماء لكل عمق تربه. اذا هذا الرقم شو يمثل لي؟ هذا ال 0.14 يمثل لي مليمتر ماء لكل شقد؟ لكل مليمتر تربه. أو إذا أسوي مليمتر ماء لكل سنتيمتر تربة، هذا الرقم مش هضربه، لأن هذا المليم حولناه على سنتيم قسمناه على 10، المقام هو بسط، هاي القيمة انضربت في ايش قد؟ في 10 صار 1.4. أو إذا تعكس أسوي لكل واحد متر من التربة راح يكون عندك هاي التربة قابليتها على حفظ الماء هو 41 مليمتر من الماء لكل واحد متر من التربة. يعني عندك ناس هذا السكيورة، عندك هذا عمق التربة، هاي التربة لكل واحد متر، لكل واحد متر عمق ايش قد تحتفظ بالماء؟ 140 ملم. 140 ملم. هذا الغرض من هذا التمرين. يبقى عندي التمرين اللي بعده هم تقريبا شيء مشابه اللي هو 2.2. عندي التربة رطوبتها الحجمية على اساس الحجم. انتوا بالفيزياء التربة مرت عليكم الرطوبة، يعني تكون نسبة مئوية، تكون على اساس، يعني هاي بس مجرد ايش؟ هاي بس مجرد شغلة وحدات، يعني ما بيفروقات كبيرة. التربة رطوبتها الحجمية على اساس الحجم عند السعة الحقلية، هم عند الفيلد كاباسيتي منطيني ايش قد؟ 35.4%. عند وقت الإرواء منطيني اياه، عند الإرواء كم؟ 24.7. عند الإرواء 24.7%. عمق المنطقة الجذرية كم؟ 90 سنتيم. عمق الفعال المنطقة الجذرية احنا سميناه هذا شنو؟ سميناه روت زون ديف. عمق المنطقة الجذرية الفعالة هذا 90 سنتيم. جد العمق المكافئ للماء الذي يمكن إضافته إلى التربة اللي جعلها ايش؟ من السعة الحقيقية. نجي هنا. هم نرجع وين؟ الرسم اللي عندنا. عندي هنا عند الفيلد كاباسيتي محتوى الرطوبي، عندي الوالتنج بوينت، خش
عندي فيلد كاباسيتي مطيني كم المحتوى الرطوبي؟ مطيني 35.4. بعدين الشط علي معلومه قال اني هاي التربه ما راح اخليها توصل ايش نقطه الذبول، راح يقل بي محتوى رطوبي الى ايش قد؟ الى 24.7، وراح ابدي بايش؟ راح ابدي بالريه الثانيه، راح ابدي بالريه الثانيه، معناته هنا عند الوولتنج بوينت المحتوى الرطوبي هي ايش قد؟ المحتوى الرطوبي مالته هو اقل بكثير من ال 24.7. واضح؟ السؤال. نعم استاذ، هوني قلت انه لما تصل الرطوبه 24%، زين احنا شنو عرفنا يعني؟ بس اللي انه قال عند وقت الارواء معناته انه التربه قربت منه بالضبط. عند وقت الارواء معناته اوكي، مخلي برنامج مالري انه محتوى رطوبي من يوصل عندي 24.7% صار عندي استنزاف بالرطوبه 40 إلى 60%، ذاك الوقت ابدي بايش؟ بالريه الثانيه. يعني هي تعتبر انه هاي ساعه حقليه مثلا، وصل للساعه الحقليه هاي مفروض هسه من يوصل المحتوى الرطوبي 24.7 ابدي انطي عمق مع بالريه الثانيه الى انا اوصل مرتلخ ايش؟ اوصل للساعة الحقليه. هذا البرنامج مري، هذا برنامج الري. خوش، فنجي هسه عندنا هو شو يريد من السؤال؟ يريد يقول لك هذا العمق المكافئ، هذا العمق، هذا الفرق بالمحتوى الرطوبي، وهذا حتى تزيد الرطوبه من 24 الى 35 داخل التوب، معناته ايش راح تعطي؟ راح تعطي عمق ما مكافئ احنا نسميه. هذا العمق الماء المكافئ هو كم اذا كان عندك عمق المنطقه الجذريه لهي التربه 90 سنتي؟ فهنا ايش راح اوجد؟ راح اقول العمق المكافئ للماء اللي يوصل المحتوى الرطوبي من التربه من 24.7 الى 25 الى 35.4 هو هذا الفرق بين ايش؟ فرق بالمحتوى الرطوبي، مو تمام؟ تمام. الماء المضاف راح يساوي لي المحتوى الرطوبي عند الفيلد كاباسيتي ناقصا المحتوى الرطوبي، خلينا نسميه الواتر كونتين، هذا الواتر كونتين عند الإرواء ويساوي 35 يعني 0.354 ناقص ايش قد؟ ناقص 0.2 4.7 ويساوي 0.107 كم؟ 0.107 0.107 0.107 اي صح. المشكلة هذا شنو هو؟ هذا هاي الأرقام المحتوى الرطوبي على أساس الحجم شنو الوحدات مالته؟ مئوية، مو تمام؟ نسب مئوية. مئوية أستاذ. فما تمثل لي عمق ما. لذلك إحنا شنو نسميه حتى نحوله على عمق؟ إحنا نسميه الفرق، هذا الفرق إحنا نسميه الفرق بالمحتوى الرطوبي. حتى نحوله إلى عمق لازم نضرب فيه إيش؟ في المنطقة اللي في استاذ في العمق ما المنطقة الجذرية في عمق المنطقة الجذرية بالضبط في الرادز والديف. واضح؟ فهسه هذا الرقم راح ينضرب فيه ايش؟ في الرادز والديف تشقد عندي 90. هسه هذا البوينت 1.4 شقد راح نضربه فيه شقد؟ في 90. اوكي، هسه هذا الرقم شقد راح يطلع عندي؟ تسعة بوينت ستة خمسة. هسه طالب أريد اللي يفتهم السؤال الأول يقول شنو الإشكال اللي عندنا بالوحدات مال هذا التمرين لحد الآن؟ هذا الفرق بالمحتوى الرطوبي بالسؤال اللي قبل ايش سميناه؟ ايش عبرنا عنه بالوحدات؟ ماء متيسر أو ووتر هولدنج كاباسيتي على كل مليم للتربة. بالضبط، عمق ماء لكل عمق تربة، يعني هسه هاي الوحدة مالته مليمتر ماء لكل مليمتر تربة، مليمتر ماء لكل مليمتر تربة. شوفوا طلاب، إذا أضرب هذه الوحدة مالته شنو هو؟ سنتيم. خوش، حتى ألغي سنتيم ويا سنتيم لازم هذا أحوله إلى إيش؟ إلى سنتيمتر. لا، مليمتر أضربه في 10؟ بالضبط، نضربها في 10، الوحدة اللي تبقى عندي شنو هي؟ مليمتر. مليمتر ماء. يبقى عندي مليمتر ماء.
يبقى عندي مليمتر ما خلي بس أعيدكم يا مرتبة هنا هسا أجي أكمل هنا خلينا نقول أرجع التكس هنا تكملة مالته راح يساوي لي هذا البوينت 1.07 هذا مليمتر ما لكل شقد لكل مليمتر تربة تربة هذا راح أضربه في شقد في 90 هذا سنتيمتر تربة مو تمام حتى هذا أجا نسم بالوحدات لازم هذا الرقم أضربه في شقد في 10 راح يصير 1.07 مليمتر ماء لكل سنتيمتر تربة في شقد في 90 سنتيمتر تربة سنتيمتر تربة ويا سنتيمتر تربة يروح 90 في 1.07 96.3 راح يساوي 96.3 هذا 96.3 شنو هو وحده مالته دكتور بس اللي حد في 90 استاذ منطقه جذريه بس وراها العشرة استاذ اللي ضربناها استاذ بس العشرة شنو هذا بس مجرد هذا المليمتر قلنا الفرق بالمحتوى الرطوبي هذا ايضا عبر عنه بالايش بالووتر هولد كاباسيتي قابليه يعني قابليه الماء على حفظ التربه فهنا الوحده مالته مليمتر ماء لكل مليمتر تربه إذا أريد أحوله على سنتيم حتى هذا السنتيم بالمقام ويا سنتيم بالبصيرة لازم أطلب فيها وش؟ تمام دكتور وصلت أوكي ورجعت الله بس أقرأ 10 دقائق بس 10 دقائق لأكثر قبل المحاضرة شوف التمارين وطبوا وبذاك الوقت طبوا المحاضرة هسا عندي هذا 96 بوينت مليمتر هذا عمق ماء مكافئ راح أضيفه للتربة حتى أحوله أحس يعني زيد المحتوى الرطوبي من 24.7 إلى شقد إلى 35.4 هاي لكل شقد من التربة لعمق منطقة جذرية قدرها شقد قدرها 90 سنتيمتر هذا بالنسبة للسؤال التمرين الثاني التمرين الثالث حلينا تمام حلينا بأول تمرين 2-4 حلينا 2-5 المحاضرة الفاتت حلينا نجي على التمرين 2-6 2-6 نرجع التمارين مال الارتشاح اوكي 2-6 شو معلومات مال التمرين 2-6 اذا واحد بس نعطي معلومات طلاب تسمعوني لو راح الصوت لا لك توم اسمعك استاذ يعني يقول لك المعادله مال معادله الارتشاح بوحده مليمتر في الاور يساوي ايش قد المعادله انطوني اياها اي في تي اها للاس بي اي في تي للاس بي زائد 12 زائد 12 خوش بعد حيث تي هو الزمن التراكمي للارتشاح بالدقة مقدار ساعة واحدة نعم ومنطيني قيمة الآي منطيني إياها بالوحدات شقد مليمتر بير أور بعدين إيش قال لي؟ قال لي التخمين استخدم البيانات الآتية لتخمين معدل الارتشاح بيانات منطيني إياها هنا بالسؤال بيانات المنطيني إياها منطيني زمن الارتشاح التراكمي تي بالمنت ومنطيني عمق الارتشاح التراكمي دي بالمليمتر قراءات المنطينية عند زمن ارتشاح تراكمي 30 دقيقة كان عمق الارتشاح التراكمي 46 مليمتر 46 عند 150 110 عند 150 110 نعم دكتور هسه شنو المطلوب السؤال المطلوب انه استخدم هاي البيانات لتخمين معدل ارتشاح التربة بوحدة مليمتر بالساعة عند زمن ارتشاح تراكمي مقداره كم؟ مقداره ساعة واحدة يعني ساعة واحدة المطلب مال السؤال استاذ صوتك بعيد المطلب مال السؤال هو انه يريد من عندي يحسب قيمة الآي عند زمن ارتشاح تراكمي مقداره ساعة واحدة
هاي مجهولة عندما تي يساوي لي شقد؟ يساوي لي 60 منت. واضح؟ طلاب هسه شلون نبدي بالحل هذا مال هذا السؤال؟ بنطيني معادلة مال معدل الارتشاح وبيانات مال عمق الارتشاح التراكمي ويا الزمن. معادلة طبعا من تشوف المعادلة مجهولة بها ايش؟ مجهولة به المعاملات اللي هي A وال B. لازم اوجد ال A وال B حتى نعم. فشلون استفاد من هاي البيانات اللي منطيني اياها حتى اوجد ال A وال B؟ هذا نعوضها بمعادلة نطلع ال I 46 تقسيم 3 حتى يطلع ال I من كل معادلة. لا المعادلة منطيني اياها مال I والبيانات اللي منطيني اياها مال دي مال عمق الارتشاح مو معدل الارتشاح. فرق بين عمق الارتشاح ومعدل الارتشاح. يعني هسه هنا ما اقدر مباشرة اديها حولها بمكان هاي. هذا عمق ارتشاح وهذا معدل ارتشاح. ممكن نجد المعدل؟ شلون المعدل؟ يعني من العمق ومع الزمن؟ هذا يعني هذا السؤال مالك يعني ما اربط استاذ من الورقة اللوغاريتم سقط هذول النقاط ونجد الثوابت. المعادلة هاي المعادلة مال معدل الارتشاح وليس شنو العلاقة بين معدل الارتشاح وعمق الارتشاح؟ استاذ مش تعمل معدل الارتشاح نطلع عمق الارتشاح استاذ يقولوها من البداية. هسه عندي اي بالنسبة للزمن معدل عمق الارتشاح بالنسبة للزمن واضح؟ ايه استاذ انا ايش منطيني بالسؤال؟ منطيني معادلة مال معدل الارتشاح لازم اوجد منه ايش؟ اوجد عمق الارتشاح. اذا اقول كامل استاذ نعكس العملية بالضبط اقول الدي هو تكامل لاي في ايش؟ في الدي تي. تمام؟ ويساوي تكامل قيمة الـ I هي شقد؟ AT الأس B زائدا 12 الكل مضروبة في ايش؟ في الـ DT. يبقى هنا شنو المشكلة اللي عندي؟ شوف الزمن بالمنت الزمن بالنسبة لهاي القراءات بالمنت ومعادلة الارتشاح همينة بالمنت. معدل الارتشاح مليمتر بير اور وعمق الارتشاح عندي هنا شنو هي؟ مليمتر. لازم اقسم حتى هذا المليمتر يعني اجانس الوحدات وهي مال معدل الارتشاح اقسمها على شقد؟ على 60. المعادله نقدر نكاملها لو ما نقدر نكامل هاي المعادله؟ اول شيء عندك تكامل مع الداله الاسيه اذا توفرت مشتقه الداله اقدر اكاملها لو لا؟ طبعا اذا توفرت ايه مشتقاتها موجودة دي. ايه تتكامل. موجودة نقدر نكامل. نضيف أوس. نضيف نقسم على أوس الجديد. تمام. إذا حتى راح أقول دي يساوي 1/60 تكامل أول جزء هذا التيرم أي تي أضيف للأوس 1 وقسم على الأوس الجديد. تمام زائدا تمام 12 دي تي تكامل ماله شنو هو 12 تي. واضح طلاب؟ هسه عندي هاي المعادله. شوف هاي المعادله الاساسيه عندي تي وعندي دي اثنيناتهم كل واحد بايش معطيني قراءتين. ونرجع للملاحظه القديمه ما دام قيمتين منطينية ما يحتاج يروح للرسم أقدر أستعين بالإيش بالمعادلات. عندي معادلتين وعندي مجهولين أكون معادلتين البيانات وعندي مجهولين أقدر أحسب الـ A والـ B. واضح؟ هسه أجي على المعادلة إذا أعوض D 46 و T 30 أجي على المعادلة أقول D قيمة شقد 46 يساوي لك 1/60 اي قيمه التي شقد
30 30 بي زائد 1 على بي زائد 1 زائدا 12 في شقد 30 في 30 هاي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية إذا نحصل عليها من 150 وال110 150 وال110 أنا راح أمسح هاي حتى أحصل على المعادلة الثانية. أوكي خلينا أرجع له. خلينا نمسح منه. طلاب نبدي سيشن راح نبدي نبدي بالكلا علم برنامج الميت. أوكي هسه المعادلة الثانية عندي دي 110 يساوي 1 على 60 أي في 150 الأس بي زائد 1 على بي زائد 1 زائدا 12 في كم؟ 150. هاي المعادلة رقم 2. هسا عندي معادلتين ومجهولين الـ A والـ B. نقدر نوجده ولا لا؟ تمام؟ نقدر نوجد دكتور. قسم واحدة على الثانية. قسم واحدة على الثانية. لا مو مباشرة تقسيم، لازم تبسطوا بعدين. خلي أبسط لكم معادلة. هسا شوف. الـ 60 حولها على الطرف الثاني ضربه فيه ايش قد؟ 110 يصير. خلينا نبلش بهاي المعادلة. معادلة رقم أولى. معادلة أولى 46 نضرب الطرفين في 60 حتى 46. 46 في 60 ناقصا هذا الجزء حوله على الطرف الآخر 12 في 30 راح يساوي لي ايش قد؟ راح يساوي لي بي زائد 1 على اي 30 بي زائد 1. واضح؟ هذا الطرف يساوي 2400 ايش قد؟ 46 في 60 ناقص 12 في 30 2400 يساوي لي هذا الجزء. المعادلة الأولى هاي المعادلة رقم 1. المعادلة الثانية بس طول يا بنفس الطريقة. يطلع 4800 وهم في الطرف الثاني 2400 يساوي لي B زائد 1 أي 30 B زائد 1. معادلة ولا معادلة الثانية إيش قد؟ 4800 أعتمد على حسابات مالتكم. قيمة تيش قد 150؟ أي 150 B زائد 1 150 على B زائد 1. هاي المعادلة رقم 2. هسه نقسم المعادلة الثانية على الأولى ايش قد راح يصير عندي؟ تقسيم 2800 تقسيم 2400 راح يساوي شوف طلاب هذا وي هذا راح يختصر الاي وي الاي راح يختصر مو تمام؟ يبقى عندك 150 على 30 والاس مشترك راح يبقى بي زائد 1. اخذ لوك الطرفين وجد الفين في البيت. ألفين وأربعمية على هاي راح يصير اثنين لوج اثنين على لوج إيش قد؟ 150 على ثلاثة 150 على 30 خمسة تطلع هني 50 على ثلاثة بي زائد واحد يساوي لي لوج اثنين على لوج خمسة بي شي يساوي لي بس بعدين واحد حول على طرف الأخر تنزل سالب 0.56 اوكي طلاب راح نلتقي على الزوم راح نلتقي على الميت لان السيشن انتهى مع الزوم فراح اخلي هسه اللينك مالتها على ايش على اذا لحق راح اخليها على 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 الستريم اي كلاس غير على كلاس نعم تمام دكتور
راح أخلي لكم إياه هنا برسالة همينة الشات. أستاذ نلتقي بال... أعتقد ما ظل وقت نلتقي بالعلميت راح ينتهي السيشن.